احنا بننضرب احنا بننضرب احنا بننضرب وبيعتدوا علينا بيعتدوا علينا. السلسل بيضربنا وبيعتدي علينا خد فلوسنا وبيضربنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلحقنا دلوقتي هتكسروا الباب بصور. انا والله بصور اهو بصور مديرة الفرع اهو خدوا بالكم محدش يحتكر الناس محدش يمد ايده على الناس انتوا حرين الناس هنا في الدنيا في توقيت يوبي منصوب علينا في فلوس ما خدناش عربياتنا وللاسف في الدنيا كمان. يا باشا بعد اذنك انا بتكلم معاك عايزين حد من الدوله يشوف لنا حل يا جماعه عايزين حد يشوف لي حل في القصه اللي احنا فيها دي. بس كلنا اللي مننا صح بس ايه يا احمد دول عايزيننا نتخانق يا احمد عايزيننا نتخانق وبنشوفوا اي لقطه يعملوها معانا. تعالى بس.